الو، طيب يلا سمير لو جاهز بالجرافيك والاعداد بتاعنا. محضرين الجرافيك ايه النهارده؟ زي ما حضراتكم شايفين مباراه اليوم الاهلي وطلائع الجيش الاسبوع الرابع عشر. حكام مباراه: حكم ساحه محمد الحنفي، حكم مساعد سمير جمال، هشام دسوقي، حكم رابع محمد ابراهيم، حكم خامس محمود ناجي واحمد جمال، او حكام اضافيين. دي تاريخ مواجهات الاهلي وطلائع الجيش. لعب 23 مباراه، فوز ده طبعا احصائيه النادي الاهلي 18 مباراه، تعادل 5 مباريات وهزيمه الحمد لله ما فيش، الحمد لله رب. والاهداف له 48 هدف وعليه 11 هدف. اول واخر مباراه بين الاهلي وطلائع الجيش، اول مباراه بين الفريقين كانت 21 نوفمبر 2004، انتهت بهدف مقابل لا شيء للنادي الاهلي، واخر مباراه كانت 16 يناير 2018 وانتهت بفوز الاهلي ايضا 2 لا شيء. احرز اول هدف للاهلي محمد بركات النجم الكبير، واحرز اخر هدف عمرو السليه. احرز اول اهداف طلائع الجيش ممدوح عبد الحي، واحرز اخر هدف عصام صلاح. دي هدافه الاهلي وطلائع الجيش في المباريات اللي اتلعبوا: عماد متعب الهداف الكبير 7 اهداف، النجم المعشوق لجميع الاهلاويه محمد ابو تريكه 6 اهداف، عبد الله السعيد 5 اهداف، محمد بركات 3 اهداف. من طلائع الجيش دودزي هدفين وصلاح امين هدفين، نجم المستقبل دلوقتي. اكبر فوز للاهلي على طلائع الجيش كان 4-0 مرتين، و4-2 مره واحده، و3-0 ثلاث مرات، و2-0 ثلاث مرات. قائمة الأهلي لمباراة اليوم زي ما قالنا: كريم شريف إكرامي وعلي لطفي وسعد سمير وأيمن أشرف، أحمد علاء، محمد هاني وندفد وباسم علي وهشام محمد، عمرو السولية، وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد الشيخ، إسلام محارب، أحمد حمودي وناصر ماهر، أحمد حمدي، أحمد حمدي دخل القائمة هو، محمد شريف، مروان محسن، وأحمد ياسر ريان. أحمد حمدي كان دخل، متهيألي أحمد ياسر ريان دي أول مرة يدخل فيها، طبعا مدير فني كابتن محمد يوسف. قائمة الهدافين موسم 2018-2019 لغاية هذه المباراة كان محمود علاء من نادي الزمالك 8 أهداف، وأحمد علي كامل من المقاولين العرب 7 أهداف، وشميلس بيكلي من بتروجيت 7 أهداف، وحسام باولو الداخلية 7 أهداف. دايما بحييه حسام باولو على استمراريته في التهديف مع كبر سنه، بحييك يا حسام طبعا على هذه الاستمرارية. يوسف أوباما من الزمالك 7 أهداف، يوسف برضه بيظهر بمظهر كويس جدا، وكهربا أيضا 7 أهداف، جون أنتوي مصر المقصة الهداف الكبير 6 اهداف، ومحمد رجب من الانتاج الحربي 6 اهداف، بيواصل برضو محمد رجب مسلسل احرازه الاهداف، كان مع بتروجيتا قبل كده وانتقل للانتاج، وايضا هداف الانتاج ب 6 اهداف، ابراهيم اناضاي وادي دجله 6 اهداف، وكينو من بيراميدز 6 اهداف. ده الترتيب العام قدام حضراتكم لغايه دلوقتي قبل ما النادي الاهلي يكمل مؤجلاته. نادي الزمالك في المركز الاول 35 نقطه، وبيراميدز في المركز الثاني 26 نقطه، باختلاف طبعا المباريات اللي اتلعبت. مصر المقاصه 15 نقطه في المركز السته، في المركز ال 15 26 نقطه، اسف لعب 15 مباراه و26 نقطه. الانتاج الحربي لعب 16 مباراة و23 نقطة، المقاولين العرب في المركز الخامس نقطة، سموحة في المركز السادس 20 نقطة، المركز السابع الاتحاد السكندري 19 نقطة، والمركز الثامن طلائع الجيش 18 نقطة. هتلاقوا تفاوت طبعا في مباريات اللعب، حرس الحدود في المركز التاسع 18 نقطة. الأهلي في المركز العاشر إلى الآن، إن شاء الله النهاردة يصعد للمركز، قلت لكم هيبقى ينط ثلاث مراكز أعتقد، هيبقى في المركز الثامن أو الخامس، آسف الخامس، إن شاء الله خلاص قربنا، يعني قربنا يا جماعة. 17 نقطة، والداخلية في المركز الـ 11 16 نقطة، المركز الـ 12 النادي المصري البورسعيدي في المركز الـ 12 بـ 16 نقطة، 13 النجوم 16 نقطة، 14 دجلة 16 نقطة، 15 الجونة 16 نقطة. لو تلاحظوا دجلة مع كل الكلام اللي بنتكلموا عليها وإن هم فرقة بتأدي كورة كويسة، لكن في المركز الـ 14 بـ 16 نقطة، ولاعبين 16 مباراة، يعني مخلصين مبارياتهم. قلت حضرتك الجونة في المركز الـ 15 من هم صاحبة للكابتن حمادة صدقي، وبتروجيت في المركز الـ 16 15 نقطة، وإنبي في المركز الـ 17 14 نقطة، غريبة جدا بتروجيت وإنبي، والإسماعيلي في المركز الـ 18 برصيد 13 نقطة.